السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي المصغراتي. عنوان حلقتنا النهاردة كلمتين وبس عن المصغرات. هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن فن المصغرات، تعريف فن المصغرات، ميتشر، دايوراما أو فن الململمات. طيب ميتشر دي اللي هي فن المصغرات، إيه بقى كلمة فن الدايوراما دي؟ فن الدايوراما دي معناها تحويل المجسمات الصغيرة الى حياه حقيقيه. يعني تقدر تقول ان احنا بنعمل صوره او بنصور صوره ثلاثيه الابعاد 3D زي ما بيقولوا. يعني معنى كده ان الدايوراما دي مش ان انا ببني حاجات صغيره، لا، تقدر تقول ان الدايوراما معناها اني بصور الحاجات الصغيره او المجسم الصغير اللي انا عامله وبحاول انقله للمشاهد انه يحس ان هو حاجه طبيعيه فعلا. يعني هو نوع من التصوير بيعتمد في الاول وفي الاخر على مهارتك انت يا اللي بتصور، وانك تحاول توصل للمشاهد اللي انا بتفرج على الحاجه اللي انت بتعرضها لي، احاول احس ان الحاجه دي فعلا اللي انت بتصورها لي حاجه حقيقيه موجوده فعلا في الطبيعه. وطبعا النوع ده من الفنون بتستخدمه معظم المتاحف العالميه علشان تبين للمشاهد الوقائع التاريخيه والمعارك الحربيه بما فيها بقى من تفاصيل للجيوش والدبابات حتى الاسلحه اللي بيستخدمها. كده انا بقرب اول مشاهد من الحدث او المشهد نفسه، يعني بخليه عايش المشهد بمنتهى الواقعية، تقدر تقول بخلي المشاهد جوه الحدث نفسه، جوه الصورة نفسها. في الحلقات الجاية هنتكلم بالتفصيل عن فن المصغرات وهنقسمه لحلقات معينة. هنتكلم عن الادوات اللي بنستخدمها، عن الالوان، عن الخامات، عن مساحة العمل وازاي اقدر اوظف اقل مساحة ممكنة اشتغل فيها. هنتكلم عن الاستفادة من المصغرات في الأفلام وصناعة السينما والخدع السينمائية، ودي هتكون حلقة مهمة جدا. هنتكلم في حلقة مهمة جدا جدا عن التصوير وازاي تقنع المشاهد بان المجسم الصغير ده موجود فعلا في الحقيقة وانه فعلا حقيقي. هنتكلم عن طرق التسويق لمنتج المصغرات، الناس اللي بتحب تشتغل المصغرات وبعد ما يشتغل يقول طب انا هعمل بيها ايه؟ هنشوف هنسوق ليها ازاي. في نهايه حلقتنا ارجو ان تكون الحلقه كان دمها خفيف ومعلومه سهله وسريعه عن المصغرات. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وشير الفيديو لو عجبكم. السلام عليكم.